مشي حور دارج. ليش ليش؟ هي طلعت من البيت بكيفها، تبونها ترجع غصب وهو غصب؟ منو قالك اني طلعت؟ البيت هذا بيتي، والدار اللي تبين تاخذينها داري. ريلي وخذتيه عليك بالعافية، بس أذكرك ما راح يتم معاك وبيخليك. ما هي طلعت من البيت؟ أنا بعد راح أطلع معاها. وين بتروح مع غراب البيت؟ هذه لو فيها خير كان عرفنا لها أهل، أصلاً ما ندري هي من وين جاية. خالتي يعقوب لو سمحتي احترمي نفسك، أنا بنت ناس ماني جاية من الشارع. وايد مبين إنك بنت ناس، عشان كذي خدتي ريلي مني. حبيبتي أنا ما بتريلك ولا شيء، ريليش متزوجني على سنة الله ورسوله. بعدين بقول لك شيء، لو فيك خير ما عافك تطير. لا 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 حور حور صبر. تبيني رجعش المستشفى مرة ثانية ولا شنو؟ إيه طبعاً تسوينها حبيبتي، سويتيها أول مرة وسكت عشان خاطر عيون حسين، لكن صدقيني مرة ثانية راح أسحبكم كلكم المغفر. نعم عيد اللي قلتي تسحبين منو المغفر؟ شمور لو سمحتي خليك حقانية، يا تقولين كلمة الحق يا تسكتين. أنا وأنتي عشرة عمر، من سنين عمري ما ضريتك بشيء، عمرك ما ضريتيني بشيء، وصدقيني لو صار لك ربع اللي صار لي مستحيل تسكتين ولا تعدين الموضوع بالساهل. ما أقول إلا مالت على هالعشرة اللي عاشرتك فيها. شمور أنا ما أحب أحد يتدخل بحياتي، أنا تزوجت المرأة على سنة الله ورسوله وبيها تكون معي هني بالبيت، والمرأة الحين حامل، والولد اللي بطنها أنا أبي. صح إن إحنا متفقين إنها ما تحمل، لكن قدر الله ما شاء فعل. أما بالنسبة حق ست الحسن والجمال البرنسيسة تقعد هني معززة ومكرمة، حياها الله وإن شاء الله ما خلي عليها كسور. ما تقصر معي بشيء، وأنا بروحي أنت مقصر معي، شلون الحين واحدة بتشاركني فيك؟ بنات شكلها بتصير سكة لا يحشنا طشور. الله ما لنا خلق. سكتة وخلنا نعرف إيش بيصير. امشي معي امشي معي قدامي، امشي 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 امشي. صدقيني ما راح تعيشين بخير طول ما انا عايشه.